يصادف 21 مارس من كل عام يوم الأم، والذي فيه يحتفل الأبناء بالأمهات اللواتي يقترن بهن كل معاني الحب والعطاء والحنان والتضحية. إنهن المربيات والعاملات في شتى ومختلف ميادين الحياة. الأم إلها دور كبير وعظيم، وأنا بالنسبة إلي كبنت ما حسيت بأدوارها ولا بواجباتها ولا جزء من الحياة اللي هي عايشتها إلا لما جربت شعورها. أنا طالبة بدرس سنة رابعة تحاليل طبية، وأم لطفلة عمرها 3 سنين. جربت شعور الأمومة، الحمد لله شعور الأمومة شعور جميل جداً. صح في البداية صعب وإله تحديات، بس الحمد لله بيعتمد طبعا على ثقافة الإنسان، على ثقافة المجتمعات. وهذا اليوم مو بس اليوم نحتفل فيه بأمي، كل الأيام، لأنه هي الأم رمز الحنان، ورب الحنان بتكون بالبيت. يعني هي مصدر كل إشي بالبيت، الحب، العطاء، كل إشي هي بتعطينا إياه وكل إشي بتدعمنا فيه. بحب أحكي عن أمي إنه هي الحمد لله رب العالمين، هي سبب العطاء اللي إحنا فيه، هي السبب اللي وصلتني لهاي المرحلة، ثابرت معي. وبهذه المناسبة تنشط الحركة التجارية في الأسواق لشراء هدايا الأمهات على اختلاف الأذواق، وتتنافس المحال التجارية في تحديد الخصومات والتنزيلات على أسعار السلع التي تلائم الزبائن باختلاف قدراتهم الشرائية. بحب أقول لأمي كل عام وانت بألف خير، وأكيد ما في شيء اسمه عيد أم، الأم تفقدها بأي وقت وبأي لحظة. احتفاء بهذه المناسبة بحيي أمي وأمهات العرب وأم الشهيد، بحكي لهم كل عام وهم بخير، وبكفي رضاك يا ماما، وما بنسى وقفتك معي طول حياتي، بحبك كثير والله يديمك إلي. الأم تلك الكلمة ذات الأحرف القليلة والمعنى العظيم، وكأنها الوطن الذي نعيش ونكبر فيه، هي التي تزرع الأمل في قلوب أولادها وتحيي فيهم روح العزيمة، وهي التي جاءت الشرائع السماوية داعية لحبها واحترامها وبرها، ووصى الرسول الكريم بها، وقالوا الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق، فهي التي تعد المواطن الصالح طبيبا ومديرا ومعلما. وهي قبل كل هذا أم الشهيد الذي ضحى بروحه في سبيل الله من أجل الوطن. ألا أن وافلة لبرنامج من نوفينا.